طيب تعالوا نكمل نظبط حته شويه، يعني حته صغيره في السيرفيس بروفايدر. احنا بما ان احنا قلنا المديول اليسنج خلاص احنا ظبطناه هنا الموديولز والكور، تعالى نظبط في الكونفج. الكونفج بروفايدر بدل بقى ما اقعد اكتب الكلام ده كله، لا انا هقول له على طول موديولز هوم سلاش هوم كده، بقى شكلها ايه اظرف بكتير، وبحيث ان احنا بعد كده غيرنا مسار الموديول دوت او الفولدر بتاعه خلاص مش هحتاج نخش نعدل في كل الفايلات. الحاجة التانية عايز اعملها ان انا عايز اعمل بيس كلاس للسيرفيس بروفايدر بتاع الهوم سيرفيس بروفايدر، فممكن اسمي ده هوم سيرفيس بروفايدر واجي عند البروفايدرز اسف السيرفيس بروفايدرز سيرفيس بروفايدر كنت اعمل فايل جديد اسمه سيرفيس داش بروفايدر، ده هيبقى بيس كلاس سبورت ديفولت كلاس سيرفيس بروفايدر، عشان نبقى عارفين بعد كده يعني مثلا الهوم دوت يبقى عارفين احنا هي الراوتر دي شغاله منين. extend service provider، فحتى لو خدين بالكم عمل امبورت بالشكل الايه بالشكل دوت، فكده بالنسبه لي الدنيا بقت الطف بكتير واسهل. فممكن اجي اعرف هنا اقول له set routes list at var array routes، تمام كده كده مش هنستخدمها احنا، او دي نخليها null. ده مش محتاجين دلوقتي في حاجة، او خليه دلوقتي ده بس اللي احنا عايزين نعرفه. تعال نرجع هنا تاني، نرجع للهوم. جميل جدا. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل ايه؟ سيرفيس بروفايدر كونتينر، انا مش عايز اتشيك في الحتة ديت، لا انا بما ان هو سيرفيس بروفايدر فانا اقول له هنا ايه provider dot route او ماب راوتنج مثلا، ابعت له الراوتر باي ديفولت، او انا بما اني كده مش محتاج ان انا ابعت له الراوتر فخلاص مش هيفرق معايا، فانا اجي كده اشيل الكلام ده واخد ده كده واجي عند السيرفيس بروفايدر اقول له ماب راوتنج فور ذا كارنت سيرفيس بروفايدر. طيب ماب يعني عشان اظبط بس هنشوف ايه اللي هيشتغل وايه اللي مش هيشتغل. ماب راوتنج اوكي. طبعا احنا هنعمل الكومنت ده الاول، بعد كده نيجي نعمل لوج ليزيس دوت راوتس نشوف الدنيا شغاله ازاي. اوكي تمام كده شغاله مظبوط، قال لي الفانكشن ديفولت يبقى هو كده قاليها صح. فانا دلوقتي هقول له كده لو ما فيش عندي راوتس خلاص هقول له ريتيرن مش هحتاج اعمل حاجه، وانا اجي اعمل افك الكلام ده خليه زيس. وهنا الراوتر ده لو احتجت ان انا ابعته او احتاج اعمل له امبورت فممكن اجي هنا اقول له امبورت راوتر فروم كور سلاش راوتر، تمام كده اتاكد ان الدنيا شغاله. تمام كده الدنيا شغاله زي الفل، وفي الاخر نفس الاوتبوت بتاعنا، بس في الاخر عارفين ان الراوتس ديت او الاستاذ ده بيكستند ايه او شغال ازاي بقى موجود كده. البوينت التانية احنا امتى نشتغل نعمل الاليسنج زي الكور كده وامتى نعملش الاليسنج؟ مش هنحتاج نعمل الياس طالما ان الفايلات اللي احنا بنستدعيها داخل الموديول نفسه، يعني مثلا الهوم كنترولر ده داخل موديول الكنترولر فمش مشكله انا اطلع فولدر او اخش فولدر فمش هيفرق معايا، بس البوينت كلها لما اجي اشتغل على فايلات بعيد عن بعض، فبالنسبه لي كده تبقى الدنيا اسهل بكتير، كمان الشغل بتاعي هيبقى مريح بعد كده ومنظم بشكل كبير. بس كده نكتفي بالقدر ده في الفيديو ده.